بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميعا فحياكم الله في الدرس 18 للصف الثالث الابتدائي لمادة العلوم الفصل الدراسي الثاني، وعنوان الدرس إن شاء الله في هذا اليوم الموقع والحركة، كيف أصف الموقع؟ المعلم المعد هيفاء المقبل والمعلم المقدم سعد القرني. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أحدد أين تقع الكرة الحمراء بالنسبة للكرات الأخرى. نلاحظ في هذه الصورة أن لدينا أربع كور، كرة صفراء وكرة خضراء، كرة زرقاء وكرة حمراء. أريد أن أحدد أين تقع الكرة الحمراء بالنسبة للكرات الأخرى. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. أين تقع الكرة الحمراء؟ ممتاز، إذن تقع الكرة الحمراء خلف الكرة الزرقاء. أحسنت، هذه إجابة واحدة. أريد إجابة أخرى، من لديه إجابة أخرى؟ أحسنت، ممتاز. إذن تقع أيضا الكرة الحمراء أمام الكرة الصفراء. صحيح، أحسنت. من لديه إجابة أخرى؟ تفضل. ممتاز، ممتاز. إذن تقع الكرة الحمراء أيضا بجانب الكرة الخضراء. تقع بجانب الكرة الخضراء، أحسنتم جميعا. إذن تقع بجانب الكرة الخضراء خلف الكرة الزرقاء أمام الكرة الصفراء، أحسنتم. ما هو الموقع؟ نتأمل هذه الصورة، نجد هنا سيارة، كذلك هنا شجرة، فما هو الموقع؟ هو مكان الجسم مقارنة بجسم آخر. هو مكان الجسم مقارنة بجسم آخر. فلو رأينا في هذه الصورة الشجرة، إذا أردنا أن نعرف موقع هذه الشجرة بالنسبة للسيارة، فأين موقع هذه الشجرة؟ من يستطيع أن يجيب لي عن هذا السؤال؟ تفضل. أحسنت، ممتاز، ممتاز. إذن تقع أمام، أحسنت. إذن نلاحظ هنا أن هذه الشجرة تقع أمام هذه السيارة الزرقاء، ممتاز. إذن تقع الشجرة أمام السيارة كما ذكر زميلكم قبل قليل، أحسنتم. تقويم مرحلي. رتب أحمد أدواته المدرسية، صف بالكلمات موقع الكتاب الأحمر. لدينا هنا في هذه الصورة كتاب أحمر الذي يشير إليه هذا السهم. أريد أن أصف بالكلمات موقع هذا الكتاب. من يستطيع أن يذكر لي موقع هذا الكتاب ويصفه؟ من يستطيع؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذن يقع خلف الأقلام الملونة، صحيح. هنا نلاحظ هنا الأقلام الملونة، هو يقع خلف الأقلام الملونة، أحسنت، ممتاز. من يستطيع أن يصف لي وصفا آخر غير الذي ذكره زميلكم؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذن يقع الكتاب الأحمر بين الكتاب الأخضر والكتاب الأزرق، ممتاز، أحسنتم جميعا، أشكركم على التفاعل. إذن الكتاب الأحمر يقع بين الكتاب الأخضر والأزرق أمام علبة الأقلام كما ذكرنا قبل قليل. حدد موقع السيارة الزرقاء. نلاحظ في هذه الصورة أن لدينا سيارة زرقاء
كذلك لدينا سيارة حمراء. يا ترى أين موقع السيارة الزرقاء؟ حدد موقع السيارة الزرقاء. من يستطيع أن يحدد لي موقع السيارة الزرقاء؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذا تقع خلف السيارة الحمراء، ولكن الإجابة صحيح. ممتاز. إذا تقع السيارة الزرقاء خلف السيارة الحمراء، ولكن بمسافة ماذا؟ 3 أمتار. أحسنت، أحسنت، ممتاز. إذا تقع السيارة الزرقاء خلف السيارة الحمراء وتبعد عنها مسافة 3 أمتار كما نلاحظ في هذه الصورة. ماذا نقصد بالمسافة؟ تعرف المسافة، ما هي المسافة؟ هي مقدار البعد بين جسمين أو مكانين. فهنا في هذه الشجرة وهذه الشجرة، المسافة بينهما هي مقدار البعد بين هاتين الشجرتين. كيف نقيس المسافة بين الدميتين؟ لدينا هنا دميتين، ما هي الطريقة لنقيس المسافة بين هاتين الدميتين؟ من يستطيع أن يجيب؟ تفضل. أحسنت، ممتاز، ممتاز. إذا عن طريق المتر كما ذكر زميلكم، يسمى الشريط المتري، عن طريق الشريط المتري. وإذا أردنا أن نقيس الأشياء الصغيرة والقصيرة نقيسها بماذا؟ من يجيب؟ أحسنت، أحسنت. إذا عن طريق المسطرة أيضا نقيس الأشياء الصغيرة، ولكن هنا نقيس بالشريط المتري أو بالمسطرة. صحيح، أحسنتم. إذا نقيس المسافة باستخدام المسطرة أو الشريط المتري. من يقول لي كم المسافة بين هاتين الدميتين؟ نلاحظ هنا استخدام المسطرة أو الشريط المتري. من يستطيع أن يذكر لي كم المسافة بين هاتين الدميتين؟ من يستطيع؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذا 11 سنتيمتر. نلاحظ هنا أن المسافة بدأت من هنا إلى أن وصلت إلى 11 سنتيمتر. إذا المسافة بينهما، بين الدميتين، المسافة بين الدميتين تساوي 11 سنتيمتر. نأتي الآن إلى التقويم الختامي. اختر الإجابة الصحيحة. أي الأدوات نستخدم لقياس المسافة بين الكتاب واللعبة؟ لدينا هنا في هذه الصورة لعبة وهنا كتاب. ما هي الأداة التي نستخدمها لقياس المسافة بين اللعبة والكتاب؟ الخيار الأول ميزانا ذو كفتين، الخيار الثاني ساعة إيقاف، الخيار الثالث كأس قياس، الخيار الرابع مسطرة مترية. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. أحسنت، ممتاز. إذا نستخدم لقياس المسافة بين الكتاب واللعبة في هذه الصورة. ما هي الإجابة؟ أحسنت، صحيح. إذا الإجابة هي مسطرة مترية، مسطرة مترية. اختر الإجابة الصحيحة. يمثل البعد بين جسمين أو مكانين. هذا يعد تعريفا لماذا؟ الخيار الأول السرعة، الخيار الثاني المسافة، الخيار الثالث الزمن، الخيار الرابع الموقع. من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟
تعريف ماذا؟ السرعة أم المسافة أم الزمن أم الموقع؟ يمثل البعد بين جسمين أو مكانين. تفضل. ممتاز، أحسنت. إذن هو عبارة عن تعريف المسافة، يمثل البعد بين جسمين أو مكانين. نأتي الآن إلى ملخص الموقع الحركة. الموقع هو مكان الجسم مقارنة بمكان جسم آخر، إذا تعريف الموقع هو مكان الجسم مقارنة بجسم آخر. يوصف هذا الموقع بكلمات مثل أمام، خلف، يمين، فوق، أسفل، فعندما أصف مكان أو موقع أصفه خلف المنزل، خلف أو أمام السيارة، إذن يوصف الموقع بكلمات مثل أمام، خلف، يمين، فوق، أسفل. يحدد بقياس المسافة وهي البعد بين جسمين أو مكانين، إذن يحدد الموقع بقياس المسافة وهي البعد بين جسمين أو مكانين. أشكر الجميع على تفاعلهم.